السلام عليكم مرة تانية. بعد ما حصل خلل فني في الشبكة العنكبوتية، احنا مش تلفزيون ولا اذاعة زي ما انتم عارفين. حديث اليوم عن علماء الهاشتاج وعلماء اللايك. زي ما انا قلت قبل كده، قبل ما انقطع الاتصال معكم، ان كتير جدا من الشباب بيقدروا العالم والداعية بعدد الاصدقاء اللي موجودين معاه او معاها على الصفحة. واللي خلاني منزعج من كذا سنة ان شاب جه، شاب صغير مش معروف، ما هوش نجم، ما هوش البرنس او اللي هو مايكل جاكسون او غيره، او ما هوش راغب علامة، او ما هوش كاظم الساهر، او اللي هي اليسا او ماليسا الى اخره. فانا هكون موجود في لندن في هايد بارك في اليوم الفلاني الساعة كذا، لقينا يمكن 10,000 او اكتر من الشباب الصغير نازلين يسلموا عليه. مين هو ده؟ طبعا البوليس في لندن انزعج جدا وما كانش عارف يعمل كنترول على الشباب دول. بس المشكلة مش في كده، المشكلة في هؤلاء الشباب المجوفين الذين يعتقدون ان اللايكس والهاشتاج والانستجرام هي القيمة الفعلية للشخص. هل شبابنا وصلت بيه المرحلة من التدني إلى هذا المستوى؟ فين القيم اللي بتحدد بيها شخصية من تدعو أو من تستمع إليه أو من تحتذي بآرائه؟ الأمر ده أمر مزعج جدا 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 جدا، وأمر خلى تركيبة العلم والعلماء تختلف وتختل عما كانت من زمان، وخاصة الكثيرين الذين ينتقدون العلماء السابقين. أنا هكلمكم في رحلة العلم والعلماء في جمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم منذ مئات السنين. أول حاجة، سيدنا أحمد بن حنبل رضي الله عنه، ده في رحلة في طلب العلم، لما ابنه عبد الله سأله عن سؤالين: يا أبي، هل ترى طالب العلم يلزم رجلا عنده علم فيكتب عنه، أم يرحل إلى المواضع التي فيها العلماء فيسمع منهم؟ فرد عليه الإمام أحمد بن حنبل قائلا: بل يرحل ويكتب عن الكوفيين والبصريين وأهل المدينة وأهل مكة و و و و إلى آخر. أما ابن خلدون، كلكم عارفين مين ابن خلدون، الفيلسوف، رجل الاجتماع الأول في العالم العربي والإسلامي، قال في المقدمة بتاعته في طالب العلم إن الرحلة في طلب العلم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعليم، والسبب أن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم مما يتحلون به من إيه؟ المذاهب والفضائل، تارة علما وتعليما ولقاء، وتارة محاكاة وتلقينا بالمباشرة. خلاص؟ إلا، ودي اللي مهمة جدا 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 عندنا، حصول الملكات تأتي عن المباشرة والتلقين، وتكون أشد استحكاما وأقوى رسوخا. يعني في طلب العلم الإنسان يمشي ويسافر إلى أماكن مختلفة، فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها وتفتحها. في قول مأثور للعلماء: العلم لا يعطيك بعضه أو بعضه حتى تعطيه كلك. العلم لا يعطيك بعضه أو بعضه حتى تعطيها كلك. يعني الإنسان مش متفرغ للعلم وطلب العلم بياخده كده على الطياري، عمره ما هيكون عالم، وعمره هيكون حتى متعلم، هيكون حافظ زي البغبغان. أما الإمام الشعبي لما قيل في كثرة علمه، قالوا: من أين لك هذا؟ سألوه حتى 4 قواعد. الأول: عدم الاعتماد على الآخرين. عدم الاعتماد نمرة 1، مفيش حد يأكل العلم كده زي وجبة، لا، عدم الاعتماد، لابد أن يجتهد. الثاني: السير في البلاد زي ما قال الإمام أحمد بن حنبل وزي ما قال ابن خلدون، يتعلم عن أكثر من شيخ. والصبر كصبر الحمار، شوف الحمار بيكون صبور ازاي على انجاز مهمته، فانا سأكون صبور
كصبر الحمار. أما الرابع فهو البكور، أن يكون يعني يخرج من بيته أو من غرفته مبكرا كما يخرج الغراب، بكور كبكور الغراب. دي بعض الأساسيات في طلب العلم قبل أن نتكلم عن إناس من العلماء الغير معروفين للعامة. أنا مش هتكلم على الإمام أحمد بن حنبل وعلى الإمام أبو حنيفة النعمان ولا على الإمام مالك ولا الشافعي ولا الإمام جعفر الصادق إلى آخره، لكن هتكلم عن أنا علماء فعلا اجتهدوا عشان يوصلوا لنا العلم وهم في طريقهم إلى هذه الرحلة، ونحن نتمتع بهذا، وأسلوبنا في نقل العلم يختلف تماما عما كانوا يعملون. الإمام أحمد بن حنبل خرج لطلب العلم وهو عنده 16 سنة، فراح لأماكن كثيرة جدا في الشام والسواحل والمغرب والجزائر ومكة والحجاز إلى آخره إلى آخره إلى آخره. بس مقدمة كده، هناك في قصة لشخص اسمه أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد الأندلسي، كان عنده 20 سنة، 20 سنة، وجي من الأندلس وكان نفسه ورغبته أن يلتقي بالإمام أحمد بن حنبل. فلما وصل بغداد ماشي على رجليه، تعرفه منين؟ الأندلس قد تكون في البرتغال أو في أسبانيا، معدي على المغرب، معدي على الجزائر، معدي على تونس، معدي على ليبيا، معدي على مصر، معدي على سيناء، معدي إما على الأردن أو السعودية، إلى أن وصل إلى بغداد. فلما وصل لبغداد لقوا سيدنا الإمام أحمد بن حنبل ممنوع يخرج من بيته، لما سمحنا إيه إقامة جبرية في البيت عشان قصة خلق القرآن واختلافه مع الخليفة الملك. فزعل جدا، مع ما مشي الرحلة دي كلها أجل إيه محبوس. فرح المسجد الكبير فلقى واحد اسمه الإمام يحيى بن معين رضي الله عنه بيتكلم بيتكلم في رأيه في العلماء. فسأله بعد ما انتهت الجلسة سؤال، قال ما رأيك في الإمام أحمد بن حنبل؟ شو بقى الإمام يحيى بن معين هيتكلم ويقول إيه عن الإمام أحمد بن حنبل؟ وهنا عندنا شراذمة من الجهلاء اللي كل منهم يسب الآخر. والإمام يحيى بن معين قال الكلام ده في الوقت اللي كانت الدولة ضد الإمام أحمد بن حنبل سياسيا وحبساه. تخيلوا الآن لو في دولة لها موقف سياسي ضد أحد الأئمة الكبار من المسلمين دلوقتي، إيه كان رأي العلماء هيكون فيه حاليا؟ هيفسقوه ويجرحوه ويخلوه من المنافقين ويطلعوه من دينه. فإيه الإمام أحمد بن قال إيه عن الإمام أحمد محمد في الوقت اللي الدولة كانت واخدة موقف ضده وحبساه إقامة جبرية في بيته؟ قال له ذاك إمام المسلمين، شفت العالم لا يجرح، وخيرهم وفاضلهم يعني أفضل من في المسلمين. ده رأي عالم في عالم، مش جاهل في عالم كما نرى الآن. فقال له دلني على الطريق لبيت الإمام أحمد بن حنبل. فذهب إليه فخبط على الباب فقال له أنا فلان الفلاني جاي من الأندلس عايز أسمع منك الحديث. قال له يا بني ده الوضع بتاعي، ولكن إن أردت أن تأتي فأتي كسائل عابر سبيل وسائل لحاجة معينة وتخفى. فاتفقوا ان كل يوم ابو عبد الرحمن بقي مخلد اندلسي يعدي عليه بالليل، كان بيغطي راسه ويحط الاوراق بتاعته في كم اللي هو الجبه اللي لابسها ويخبط على الباب كسائل. كان كل يوم بيعدي على الامام احمد محمد في المساء بعد صلاه العشاء ياخذ منه حديث او حديثين او ثلاثه، وكان شرط العلاقة بينه وبين الإمام أحمد محمد أنه ما يذهبش للمسجد الكبير ولا يلتقي بأحد ولا يقول أنه يأتي الإمام أحمد محمد. وفضل جالس في بغداد إلى أن تعلم من الإمام أحمد بن حنبل أكثر من 300 حديث. الإمام القرطبي كان عنده رحلتين لمصر والشام وبغداد والحجاز، الأولى كانت 14 سنة والتانية كانت 20 سنة. كان إيه؟ كان قوي جلد صبور طويل لم يركب الدابة في طلب العلم مطلقا، قمة في التواضع لم يلحظها أحد،
ولكن كان حريصا على ايه؟ على حضور الجنائز لكي تذكره بعمله في الدنيا ولقائه بالله سبحانه وتعالى في الآخرة. 34 سنة. الإمام الرازي خرج في طلب العلم في رحلة لمدة 7 سنوات. 7 سنوات. لما حب يحصي أو يعد المسافة اللي مشيها لقى انه مشي حوالي 5000 فرسخ. الفرسخ في الوقت ده اللي هو بيساوي مشي ساعة ونص. الساعة ونص معناها ايه؟ معناها 3 ميل او 5 كيلو. يعني هو مشي 5000 كيلو في الرحلة بتاعته دي. فبطل وقف بعد ما عدى 5000 كيلو. قال ما فيش داعي ان انا ايه؟ احصي ما مشيته في طلب العلم. في الرحلة بتاعته كان مشي الرحلة الأولى من أقصى الغرب بلاد المغرب لأقصى الشرق. راح لمصر والرملة وبيت المقدس والرملة تانية وعسقلان والرملة وطبرية ودمشق وحمص وأنطاكيا وطرسوس وحمص تانية وبيسان والرقة وبغداد والشام والنيل والكوفة. ده مشي على الأقدام 5000 كيلو وأكثر في هذه الرحلة مشا على الأقدام. هؤلاء الناس الذين أتوا لنا بالعلم واللي احنا بنجرح فيهم دلوقتي واحنا قاعدين نشرب شاي وقهوه وقاعدين على كرسي وقاعدين بنمخمخ واللي بيشرب سيجاره بيشرب واللي ضارب له بانجو ضارب واللي قاعد بيكركع بيكركع كل الحاجات دي كلها. في واحد اسمه ابو عبد الله بن منده محمد بن اسحاق اتولد سنه 310 ومات سنه 395. الرجل ده رحمة الله عليه أهو هذا الإمام سوري أسف القول كلمة رجل عنه هو رجل طبعا تعلم على يد 1700 شيخ. يعني استمع ل 1700 شيخ وكتب عنهم في أوراق حطها على أحمال شلها 40 جمل. الأوراق اللي كتبها عنهم في أحمال شلها 40 جمل. حتى انه لما رجع لبلده اهله ولده واقربه الى اخره افتكر ان هذه الاحمال 40 جمل هي ملابس ومشتريات جميلة لهم. ففرحوا كلهم فسألوه ها فرد قائلا هذا متاع قل من يرغب فيه في هذا الزمان. يعني الناس اللي هيرغبوا في المتاع ده قليلين جدا. ليه؟ لأن هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفتوا قد ايه؟ حل الأربعين جمل. هذا العالم لا كتير جدا مش عارفينه من العامة سألوا أحد التلاميذ كم تكون سماعات الشيخ؟ يعني استمع الأوقات اللي استمع فيها للناس المشايخ بس كده. قال له تساوي 5000 صن. صنة الصنة يعني ده يعني ايه بيسموها اللي ايه كأنك استمعت العشر اجزاء كبار. العشر اجزاء دول يملوا ايه سلة الاكل. يعني 5000 سلة اكل سمعها عن الناس وكتب عنهم 40 حمل لجمل. هذا هو الرجل الذي طلب العلم لنا لكي يورثه لنا. شايفين الناس كانت بتتعب ازاي؟ ابو سعد السمان ابن اسماعيل ابن الحسن ابن الحسين ابن زنجوية الرازي كان شيخ المعتزلة وكان فقيه بتاعهم وكان 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 تعلم على يد 3600 شيخ. 3600 شيخ في زمانه وطاف الدنيا من المشرق للمغرب. كان قال كلمة جميلة جدا بيقول فيها ايه؟ بيقول من لم يكتب الحديث من لم يكتب الحديث لم يتغرغر بحلاوة الإسلام. الغرغرة من لم يكتب الحديث لم يتغرغر بحلاوة الإسلام. في إمام آخر صوفي اسمه أبو الوقت السجزي أبي عبد الله عيسى بن شعيب بن هيم السجزي خرج في طلب العلم هو عنده أقل من 10 سنوات مع أبوه. تعرف أبوه كان بيعمل له إيه؟
كان بيخليه يشيل في كل ايد حجر عشان يتعلم لما يكبر انه يحمل كتب العلم بكلتا يديه. هو صغير وماشي لو الحجر الولد تعب يشيل منه حجر ابوه عنه الى اخر. ومشي مع ابوه وهو في سن اقل من 10 سنوات. فكان الناس لما يشوفوهم ماشيين جنب بعض والولد تعبان يقولوا ممكن نديكوا دابة يا ابو اسماعيل. دوم لا، شوف بقى قول ابوه ردا على الناس يقول ايه. ابوه يقول: معاذ الله ان نركب في طلب احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نمشي، واذا عجز ابنه يعني اركبته على رأسي اجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الناس اللي احنا بنجرح فيهم وبنجرح في غيرهم، زي ما الناس طالعين يشككوا في البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه الى اخره الى اخره، من جهلاء العصر، من جهلاء العصر. شوفوا كانوا بيمشوا ازاي. الإمام أبو سعد السماني ولد بمدينة مرو 506 وتوفى 562 هجرية. رحلاته كانت 20 سنة. سافر مع أبوه في طلب العلم. تعرف كان عنده كم سنة وهو مع أبوه وهو خارج في طلب العلم؟ 3 سنين ونصف. 3 سنوات ونصف. مات أبوه وعنده 5 سنين. أخذوا أعمامه وربوه. في سن لما بدأ يكون مراهق بدأ يدرك إن عليه مسؤولية في طلب العلم، حفظ القرآن ومعرفة علوم القرآن والحديث إلى آخره إلى آخره إلى آخره. عدد الشيوخ اللي تعلم عنهم قرابة 7000 شيخ. ولد في مدينة خراسان، مروا في خراسان، وزار أكثر من 100 مدينة، وقبل أن يموت يعني انتهت رحلاته في عام 552 هجرية. بعد ما مشي أو رحل 20 سنة طلب العلم، بلك ألف في 10 سنوات الأخيرة من حياته 68 مجلد ومصنف في الكتب المختلفة من أصول العلم والدين. أما ننظر لإمام آخر اسمه أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري البزاز، تولد سنة 442 ومات سنة 535، كان قاضي المارستان، أسر الروم، وقعد في الأسر 1.5 سنة. السلاسل حوالين رقبته وبإيديه وبرجليه، وكان الروم كل يوم يقولوا يقولوا له قل أن المسيح ابن الله عليه السلام، فيرفض. وفضل في الأسر 1.5 سنة. فضل في الأسر 1.5 سنة، لكن من أول يوم أدرك أن هناك من يعلم الصبيان. شوف حتى هو أسير عند الروم، هناك من يعلم الصبيان ها الأحرف الرومية، اللغة الرومية. فتعلم اللغة الرومية وهو أسير مكبل بالسلاسل. أفك أسره بعد 1.5 سنة. آخر وليس أقل اللي هو الإمام محمد ابن عمر الخوارزمي الزمخشري من 467 ل 539، وهو ماشي في طلب العلم. خوارزم دي زمان كانت بلد كلها تلج، واحنا عارفين حاجة فيها اسمها فروست بايت أو لو تجمد الدم داخل الأطراف، فسقطت رجله، اتقطعت رجله، كان بيمشي على رجل خشب. سقطت رجله امتى؟ وهو بيطلب العلم عشان العلم ده يوصل لنا. اما انا بتكلم على الحاجات دي كلها بتكلم ليه؟ بتكلم ان في رحلة طلب العلم، ممكن ناخد الصورة اللي بعد كده، في رحلة طلب العلم في ناس دلوقتي اللي واخد لي بكالوريوس تجارة، واللي واخد لي بكالوريوس تربية رياضية، واللي واخد لي مش عارف طبيب، واللي واخد لي كذا، واللي واخد لي فلسفة، واللي واخد لي كذا، وكلهم بيتكلموا في الدين وفي العلم وبيفتوا. دول عاملين الفيلم ده اسمه فيلم ايه لو انتوا فاكرينه؟ اسم فيلم الايادي الناعمه. ده امير ما كانش عنده شغل، كان عايش في الماضي، وده راجل خد دكتوراه في ايه؟ في كلمه
اسمها حتى. كلمة اسمها ايه؟ حتى. ده كلمة هنسميها دكتور حتى. فكتير جدا من الناس اللي بيوعزوكوا واللي بيكلموكوا هم زي الاخ اللي واخد في دكتوراه في حتى ده. حفظ لهم كتابين ثلاثة، عرفوا لهم حاجتين ثلاثة، والاخر طلعوها عشان يكبوها عليكم. انا بس بانقل لينا كلنا ان كيف عانى العلماء في نقل العلم، سواء كان العلم ده علم ديني وشرعي او علم مهني، لو في الطب والهندسة والزراعة والمياه الى اخره الى اخره الى اخره. الان نحن نجلس متكئين على الارائك نجرع في هؤلاء العلماء الذين أبلوا بلاء حسن لكي نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم من علوم ومن معرفة ومن قيم ومن أخلاقيات ومن اكتشافات. لنا أقول لينا كلنا خاصة للشباب، وأرجع لقصة الشاب اللي هو بدأ وهو مراهق، وهو مراهق فاكر اسمه ايه هو انت وانت ابنك صغير في سن المراهقة بتجيب له ايه؟ تجيب له ايفون، تجيب له ايباد، تجيب له كمبيوتر جيمز، تجيب له اي خيبة. وده وهو مراهق كان بيحاول يتعلم علم القرآن والحديث او علوم اخرى زي ما بنتكلم فيها، سواء كنا نتكلم عن واحد زي اديسون او واحد زي اللي هو طردوه من المدرسة عشان قالوا عنه انه غبي، او واحد زي اينشتاين كان متخلف في الدراسة، او واحد زي علي مصطفى مشرفة بيه او باشا اللي هو كان من قرناء اينشتاين، خد الدكتوراه بتاعته وعنده سنة او سنة ونصف، او واحد زي ابو القاسم الزهراوي اللي ترك لنا مجلدات 30 مجلد في الطب وسبق اوروبا وهو في الاندلس، القاسم الزهراوي، او ابن سينا اللي كان يحفظ القران ويتعلم العلوم واصبح فيلسوف وطبيب سن مبكر. احنا بنجيب لاولادنا ايه دلوقتي؟ بنجيب لهم الايفون والايباد والكمبيوتر جيمز واضربوا سنجة في شعرهم ومقص وموس، ويعملنا شعرهم زي ايه؟ زي عش الايه؟ عش الفراخ. انا كنت فاكر فيلم كان فيه زينات صدقي زمان وجاية كانت لابسة برنيتا وعليها كتاكيت، فالشباب دلوقتي لابسين شعر في بيض الكتاكيت. هم دول الشباب اللي احنا عايزينهم عشان يغيروا يعني مستقبل امامهم ويبنوا حضارتهم الى اخره الى اخره. لا تنخدعوا بعلماء اللايكس والانستجرام والهاشتاج. الصورة اللي بعدها ده طبعا الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه، بعد كده ده الامام ابو حنيفة، انا مش ما اتكلمتش عن الناس الكبار دول، انا كلكم عارفينهم، بعد كده ابن سينا، بعد كده ليوناردو دافنشي لي واديسون زي ما اتكلمت عنه، ارشميديس، دول علماء كبار. عملية اللايكس دي بقى، ولايك لايك تعالى دوق لايك، زي ايس ايس تعالى دوق ايس، فيري جود نايس جرب ايس، ايس كريم ايس، دي كانت اغنيه زمان في الافلام اللي بدرسها المصريه القديمه. هنا عشان نقول لكم علماء اللايكس دول بيعملوا ايه، احنا عملنا حملتين. الحمله الاولى كانت لمناصره الامين العام للامم المتحده في توعيه الشعوب ان في هيكون مجاعه في الصومال واليمن وجنوب السودان واثيوبيا، دفعنا في 500-600 دولار فيها لمدة شهر. العدد الاصلي اللي جلنا لما حبايبنا يعني اللي هم الاصدقاء بتوعنا اللي دفعنا مع الحملة 46,000، لكن الحملة المدفوعة اجرها جابت 2.5 مليون لايك. 2.5 مليون، قارنوا انتوا ما بين ال 46,000 وال 2.5 مليون و 600 دولار، وعرفوا كيف المدعي العلم
ومدعي المعرفة ومدعي 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 يعملون هذه الحملات المدفوعة الأجر. دي نمرة واحد. الحملة الثانية اللي احنا عملناها بردك مع الأمين العام في المنتدى الإنساني اللي هي عن الإسلاموفوبيا، كانت رسالة جيدة جدا جدا بيدافع فيها عن المسلمين وعلى القيم الإسلامية والقيم الدينية لكل الأديان. دفعنا فيها نفس المبلغ، العدد الأصلي اللي هو بتاعنا احنا على صفحتنا في المنتدى الإنساني كان 106,000 اللي دفعنا. أما اللي جي عن طريق $600 اللي احنا دفعناهم عشان نعمل حملة إعلامية 2.5 تقريبا أو 2.4 2 مليون 480 ألف مشاهد. فتخيلوا بقى لو انا عالم الهاشتاج ده او عالم اللايك او داعية اللايك اللي انا عندي 10 أو 20 أو 30 مليون، انا بعمل ايه؟ انا بنزل على الفيسبوك بتاعتي زي ما انا بعمل دلوقتي وبعمل على احد الصفحات الحملة المدفوعة دي. فالشباب الصغير المغيب اللي زي كتير مننا قولوا يا سلام ده فلان الفلاني بيشوفوا 2 مليون، يا فيزداد عدد اللايكس عندي في الصفحة ببتدي اعمل اعلانات. الدين والعلم مش للبيع. يمكن مرة دكتور علي جمعة قال كلمة، هي كان متحق ده من حوالي 15 سنة، ايه الكلمة؟ الدين مش مجال يفتي فيه اي حد، الدين مش مجال يفتي فيه اي حد. فلما ننظر مثل هؤلاء الناس الشباب المهووس باللايكس اللايكس اللايكس اللي ما بيصبرش على انه يسمع لكلمة لمدة 5 دقايق أو 10 دقايق أو ربع ساعة عشان يتعلم، الشباب اللي من جوه في يعني ايه فراغات ذهنية عقلية فلسفية قيمية اخلاقية دينية علمية اي لا ينخدع بعدد اللايكس اللي ممكن اي حد منها يحطها عنده على الصفحة بتاعته. بل ان اراد ان يتحدث في الدين فالدين ليس مجال لكل من هب ودب. ناس واخدين دراسة زي الدكتورة بتاعت حتى دي فيلم اللي هو الآية الناعمة، وظيفتهم فقط ان هم يجدوا الغريب في الدين والشيء الخلافي ويعملوا عليه قضية كبيرة جدا. الشيء الخلافي اللي المجتمع لا ينظر اليه ويحبوا يتكلموا عنه، دول ليسوا بالعلماء. يجدوا الزريعة انهم يجرحوا الاخرين، يجرحوا من سبقوهم من هؤلاء العلماء اللي رجليهم اتقطعت ومشوا الالاف الاميال وتكبدوا العناء والسجنوا وتبهدلوا وتعذبوا عشان يوصل لك انت العلم وانت قاعد في بيتك ولا مؤاخذة على مقاعدتك تتقعر من منخارك ومن اخر خيشومك وتتكلم عنهم وتقول هؤلاء رجال ونحن رجال. انت مش رجال خالص، انت ما عملتش حاجة، حتى ولو خدت دكتوراه، حتى ولو خدت ماجستير، عملتش ما استطعتش ان تتذوق حلاوة العلم في طلب العلم والمكابدة والمجاهدة التي تكبدها هؤلاء جهادا واجتهادا لكي تصل اليك المعلومة اليوم وانت قاعد. ان اردنا ان نحارب التطرف والارهاب والرجعية وكل هذه الافكار المشبوهة فلا نستمع لمثل علماء اللايكس، لأنهم ليسوا بعلماء، هم من يتصدرون الموقف لأننا غيرنا مسارات طلب العلم. أختم بقول والدي أنا رحمة الله عليه كان شيخ في الأزهر، كان شروط دخول الأزهر في القرن الماضي في العشرينات والثلاثينات أن يكون الطالب حافظ القرآن الكريم. فلكي يحفظ القرآن الكريم كان في الكتاب في 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 المنصورة، وبعد كده انتقل إلى معهد طنطا الأزهري درس فيه مش عارف 4 سنوات أو 6 سنوات، وبعدين دخل الأزهر الشريف
تعرفوا لما تخرج من أزهر الشريف بعد دراسة دينية سنة 1935 الامتحان الشفوي بتاعه رحمة الله عليه كما قال لي والعهد عليه هو، طبعا ما كنتش مولود ساعتها، أنا تولدت بعد ما خد الماجستير ما تخرج بحوالي 15 سنة. قال لي يا ابني امتحني 7 مشايخ لمدة 5 ساعات، امتحان شفوي شفوي في كل المواد لكي يتأكدوا بأن الشيخ عبده حينما يصعد على المنبر ويسأله الناس يستطيع أن يجيب. بعد دراسة في الدين 20 سنة من المهد إلى أن خرج، ولما خرج ما خرجش عالم الأزهر، لا خرج إمام مسجد قيسون في شارع محمد علي في الحلمية الجديدة، وبعد كده يتدرج في العلم بعد كده كي يصبح عالم، كي يصبح مجتهد، لكي يصبح فقيه، لكي إلى آخره. فنختم قائلين لا تنخدعوا باللايكس ولا تنخدعوا بالهاشتاج ولا تنخدعوا بمن يثيرون القضايا الفرعية وينسون حال الأمة. ده اللي حصل دلوقتي في المسلمين الروهينجا أو سوريا أو السودان أو في جنوب السودان أو اليمن أو الصومال أو إلى آخره. شغلونا عن حاجة الأمة، لا تنخدعوا مثل هؤلاء الذين يتحدثون عن الغريب المستغرب، الخلافيات اللي فقط ينقضوا التاريخ ولا يصنع المستقبل. جزاكم الله خير، واتمنى لكم عطلة او جمعة سعيدة غدا وعطلة سعيدة يوم السبت والحد اينما كنتم، وشكرا لكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.